عدد من المشاريع بقانون والاقتراحات بقانون ستكون جاهزة للمناقشة والتصويت عليها، وذلك في جلسة مجلس الأمة المتوقع عقدها الأسبوع المقبل، كل ذلك مع بدء دور الانعقاد الخامس للفصل التشريعي 15. نعم، من أبرز الملفات المطروحة للمناقشة مشروع بقانون بشأن دعم وضمان تمويل البنوك إلى جانب القوانين الخاصة بالرياضة والاحتراف والاستثمار الرياضي. مع انتظار موعد بدء دور الانعقاد العادي الخامس التكميلي للفصل التشريعي 15 لمجلس الأمة، الجلسة على موعد مع مناقشة المداولة الثانية لمشروع بقانون بشأن دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من أزمة كورونا، إذا ما تم الانتهاء من التعديلات على بعض المواد للقانون، لا سيما وأن هذا المشروع بقانون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المحلي. في فترة جائحة كورونا أجبر بموجب القانون أرباب الأعمال على القيام بسداد التكاليف الثابتة والمتمثلة بالأجور التي نص قانون العمل على وجوب قيام أرباب العمل بسدادها للعاملين، كما أيضا قانون الإيجارات لم يعفي المستأجرين من دفع الإيجارات بل ألزمهم على الرغم من تضررهم، على الرغم أن هناك بعض الأنشطة متوقفة بموجب قرارات مجلس الوزراء وقرار السلطة الصحية، هناك حظر كلي، هناك حظر مناطقي، هناك حظر جزئي مسهم، وبالتالي هذه الأعمال تمت في ظل يعني حقيقة سداد قيم هذه التكاليف الثابتة المتمثلة بالأجور والإيجارات في ظل عدم وجود تدفقات نقدية طيلة هذه الفترة. هذا المشروع بقانون أنا أعتقد هو جيد لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يمنحهم تمويل، وتمويل عن طريق من؟ عن طريق البنوك وليس عن طريق الدولة، الدولة هي فقط كفيل، هي ضامن لهذه القروض، وبالتالي كل ما يريدون هؤلاء هو أن يعني ينهضون مرة أخرى بمشاريعهم بعد ما زادت عليهم التكاليف وزادت عليهم المصاريف خلال فترة جائحة كورونا، في ظل تعطل أعمال، في ظل حظر مناطقي، في ظل حظر كلي، في ظل حظر جزئي، في ظل إغلاق مولات، في ظل منع أنشطة بعينها من قيامها. القوانين الرياضية تم إنجازها في لجنتها المختصة وإحالتها إلى المجلس للمناقشة والتصويت عليها في الجلسة المقبلة. عندنا شيء واحد فقط على جدول أعمال الجلسة القادمة هو اقتراح الاحتراف والاستثمار الرياضي، ولكن أعتقد أن جدول راح يكون مزدحم وفي أمور خاصة في المستثمرين وصغار المستثمرين نود أن تكون هذه أولى أنها تقدم لتراعي الظرف وتراعي المشاكل اللي طبوا فيها في كورونا. بالنهاية احنا بلجنة الشباب والرياضة انهينا كامل جدول الأعمال بالفصل التشريعي بالأربع أدوار انعقاد، خلصنا أربع قوانين من أهم القوانين، قانون 87 على 2017 واللي بموجبه رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية ولله الحمد، وداخله كان فيه حل لكثير من القضايا اللي كانت عالقة بالسابق مثل موضوع التحكيم الرياضي وغيره، وهذا خلصنا منه، وخلصنا من الاقتراح للقانون للجنة البارالمبية، واقتراح للوكالة الوطنية للمنشطات، واقتراح الاحتراف الرياضي والاستثمار. وما تبقى كان على جدول الأعمال كان عبارة عن موضوع تحقيق واقتراحات ما عاد لها أي داعي بعد ما أقر قانون الجديد للرياضة، كلها كانت محاولات لعلاج القانون الحالي وإحنا خلصنا فما يحتاج. اللجان البرلمانية ستناقش عدد من المشاريع بقانون والاقتراحات بقانون مطلع الأسبوع المقبل لإنجاز تقاريرها قبل انعقاد الجلسة المقبلة للمجلس. نواف الشراكي، تلفزيون دولة الكويت.